على مدى العقود السابقة سجلت مملكة البحرين نجاحات باهرة في القضاء على العديد من الأمراض الوبائية، ما يثبت قدرة المملكة على تجاوز التحديات الصحية بحرفية. التقرير التالي يسلط الضوء على تاريخ البحرين في مواجهة الأوبئة. على مدى العقود الماضية أثبتت البحرين وشعبها قدرتها على تجاوز العديد من التحديات الصحية والقضاء على الأمراض الوبائية، لتجسد جهود مملكتنا اليوم في مواجهة الوباء فصول قصص النجاح التي مضت بها البحرين عبر الأزمنة انطلاقا من حفظ صحة وسلامة ثروتها البشرية. يعود استخدام التطعيمات في البحرين إلى ما قبل أربعينيات القرن الماضي، والتي كانت عاملا في اختفاء كثير من الأمراض، بالإشارة إلى ما مر بالبلاد في بدايات القرن العشرين خلال ما عرف بسنوات الرحمة ومطلع الستينيات التي شهدت عدة أمراض وقفت أمامها البحرين بكل قوة واستطاعت التصدي لتداعياتها. وكان من بين أبرز نتائج هذه الفترة التي هب فيها الجميع لمساعدة بعضهم البعض وتقديم يد العون للمحتاجين من المرضى وذويهم، زيادة وعي المواطنين في مواجهة انتشار هذه الأمراض وتعلمهم خطورة انتقال الأمراض وسبل القضاء عليها وكيفية التعامل مع المسافرين وطرق الحد من العدوى كوقف التنقلات والبقاء بالبيوت وتنظيم الأسواق ومنع التجمعات. ومنذ إقرار البرنامج الموسع للتطعيمات عام 1984 الذي استهدف وقتها 6 أمراض فقط، والبحرين تواصل تعزيز خططها الوقائية حتى شمل برنامج التطعيمات اليوم نحو 19 مرض قضت عليها التطعيمات المقدمة. ويعد نجاح البحرين في القضاء على بعض الأمراض الوبائية دليلا آخر على جاهزيتها ونجاحها في مواجهة مثل تلك الأمراض التي أسهمت التطعيمات في تقليل معدلات انتشارها واستئصالها بشكل شبه كلي، وتعزيز وتقوية أجهزة المناعة لدى المواطنين وزيادة مقاومتها للفيروسات. وهو ما تأكد مع إعلان البحرين عام 2016 خلوها من شلل الأطفال الذي لم تظهر له أي حالات منذ 23 عاما سابقة، وتحديدا منذ العام 1993، ووصلت معدلات تغطية لقاح هذا المرض وقتها لأكثر من 95% من مجموع السكان، لتسجل البحرين اليوم فصلا جديدا من فصول نجاحاتها بتعزيز الحملة الوطنية للتطعيم برفع الطاقة الاستيعابية لجرعات التطعيم اليومية بمختلف مناطق البحرين للعبور إلى بر الأمان بعون الله وتكاتف أبناء المجتمع.